العامة. فإذا كان هناك أي نوع من الخلخلة في هذا الأمن الصحي، من يدفع الثمن؟ الدولة بالكامل. إذا دول أخرى ما عندها آلية الفحص، هل هذه مسؤوليتنا؟ بس نجاوب على هذا السؤال. أي دولة من الدول نقول لها إحنا ما عندنا مشكلة في استقبال مواطنينك، لكن الظرف غير عادي، ففحصوا المواطنين وبعدين فحصوا مواطنكم وبعدين احنا نفتح ابوابنا بناء على شهاده الفحص. أوكي. فاذا لم يكن لهم القدره على الفحص، فالاسلم لهم ولنا ان مواطنينهم يظل عندهم جميع الدول السبعه، هذا المفروض. أوكي. الحين لما غيروا القرار، قالوا البي سي ار الشهاده وغيروا، قالوا لا الحين عقبها بيوم قالوا الغينا شرط الشهاده. يا سلام، هذا تردد ولا متردد؟ تردد لمصلحة من؟ شوف، في الأزمات لا المجاملة للدول مطلوبة ولا المجاملة للتجار مطلوبة. حتى التجار. وأنا أجيبها، أنا أجيبها بما تسرب من معلومات صحيحة غير صحيحة، أنا غير معنية في هذا الأمر، بأن القرارات اتخذت لمصلحة بعض التجار. احنا نقول الحين بغض النظر هاي المعلومة صحيحة ولا غير صحيحة، لكن نتكلمها بالمجمل. أوكي. في أوقات الأزمات الدول تتخذ القرارات دون تردد لحماية أمنها الداخلي، طبعا بما فيه الأمن الصحي، ودون مجاملة لا لدول ولا لمن يرون مصلحة من وراء هذه الأزمات. فبالتالي نعم، الدولة للأسف في تردد في القرار. اليوم أخذوا قرار ثاني اللي هو مرة ثانية يمنع بعد إيش؟ 10,260 شخص دخلوا غير مفحوصين، هذا من دولة واحدة، فما بالك اللي من الدول الأخرى. إحنا بالنسبة لنا دولة صغيرة، الحين الدولة تقول أنا ما عندي إمكان، الحين لما ياو وقعدوا عندي أنا ما عندي إمكانية الفحص ولا عندي مكان للفحص. كان لازم يحطونهم في ياخذون الفحص في مستوصف الرابية، بعدين أحد النواب السابقين قال أبدا ولا يمكن يدخلون مستوصف الرابية، إن دخلوا مستوصف الرابية أنا راح أوقف عند الباب وأمنع الدخول، فودوهم مستوصف صبحان، ومهزلة صارت في مستوصف صحبحان. يعني لا مبين ما في يعني هل ما في قدرة استقلالية؟ ما في قدرة. ليش يجيب خلق الله؟ لأن هذيل هم بشر، لهم أهل ولهم عوائل ولهم حتى لسلامة الأمة يعني. بالضبط. فبالتالي إحنا ما نقبلها على أنفسنا بأن الناس تتبهدل هذه البهدلة. فإذا لمصلحة من؟ هذا سؤال، يعني الحكومة يجب أن تكون شفافة. لمصلحة من تم إدخال هذا العدد دون فحص؟ ومن المسؤول إذا تفشى المرض بينهم؟ من المسؤول؟ الحين لما حصل وطاح الفاس بالرأس، الحين صدروا قرار بأن يتم المنع من الدخول. طيب بعد إيش؟ وراح تمارس الضغوط على الكويت لكي يتم فتح الباب مرة ثانية. زين، بس في حتى إجراءات مثلا بين دول الخليج، مبارحة المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية سكرت الباب من الكويتيين، إجراء للحصر المرض يعني. بالضبط، هي ما فيها مسألة عداوة.